ها نحن هنا في مصر وقد أظهرنا مجددا أن قادة العالم يستمعون إلى أهل العلم والقرينة العلمية، وأننا نبني سياساتنا بناء على الدليل العلمي، وسنتخذ كافة التدابير والخطوات من أجل ضمان توسيع رقعة عملنا المناخي من أجل التخفيف والمطامح ذات الصلة في هذا العقد المحوري. كذلك نغادر شرم الشيخ باتفاق هام وملموس من أجل تفعيل اتفاقية باريس في هدفها المرتبط بالتخفيف، وهذا مطلب طويل الأمد من طرف البلدان النامية، هذه البلدان التي تتحمل العبء الأكبر من تغير المناخ وإن كانت هي الأقل مسؤولية عنه، وتحتاج وتستحق الدعم المالي والفني من أجل بناء قدراتها للتصدي والاستجابة وبناء قدرتها على الصمود. وإنني على ثقة بأن هذا العمل المستمر حول الهدف العالمي المرتبط بالتكيف سوف يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه في مؤتمر الأطراف 28 السنة المقبلة خدمة لمصالح الجميع. إن برنامج تنفيذ شرم الشيخ الذي اعتمدناه التوان هو تجسيد لروح مؤتمر الأطراف 27، أي التنفيذ والتفعيل. فالطريق معبدة وواضحة الآن التي سنستهدي بها في جهودنا على مدى السنوات المقبلة من أجل تفعيل التزاماتنا والوفاء بتعهداتنا. فنحن بشكل جماعي اتفقنا وتوافقنا على التفعيل من أجل درء المخاطر والتهديدات المحيطة بكوكبنا، و تحويل التحديات إلى فرص من أجل النماء والتنمية بشكل متساوٍ وتعادلي وشامل للجميع ومتزن. فبوضع اليد في اليد سنتمكن من تحقيق ذلك.